يجتمع اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الايراني محمود احمد نجاد في العاصمه الايرانيه طهران وكان اردوغان قد وصل يوم الاثنين الى ايران في زياره تستغرق ثلاثه ايام يلتقي خلالها ايضا بكل من المرشد الاعلى للثوره الايرانيه اية الله علي خامنئي ورئيس البرلمان علي لارجاني وقد عززت تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي في السنوات الاخيره علاقاتها مع ايران كما سعت للمساعده في حل الخلاف بشان الملف النووي الايراني بين حلفائها الغربيين وطهران